عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، شارك فيها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. ودعا المجلس في بيان له عقب الجلسة جميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد واستئناف المفاوضات، مؤكدا ضرورة تنفيذ قراراته بشأن اليمن، وفي مقدمتها القرار 22/16. من جانبه قال المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في إحاطته للمجلس أن الأحداث الأخيرة في صنعاء قد تؤثر سلبا على الاحتياجات الإنسانية في اليمن وتثير مخاوف جدية بشأن مصير اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور فيصل علي المحلل السياسي. مساء الخير سيد فيصل. مساء الأنوار، أهلا وسهلا فيكم. يعني دكتور فيصل، مجلس الأمن ما هو الجديد الذي جاء فيه بدعوته الأطراف إلى تهدئة أو وقف التصعيد؟ مجلس الأمن لم يأتي بجديد، وهذه دعوته منذ البداية. مجلس الأمن يعني للأسف لم يتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية بما تستحق، حتى بمجرد التوصيف لا يصفها بأنها جماعة إرهابية تقوم بأعمال بشعة ومخالفة للإنسانية. لم ينظروا في مجلس الأمن إلى حق الصالح بهذه الطريقة البشعة، حتى يعني تقريرهم الأخير أو اجتماعهم الأخير لم يتضمن توصيفا لهذه الحالة الإرهابية البشعة. نعم، يعني اليوم ما الذي يرتكب؟ ما زالوا فقط قلقين وقلق مجلس الأمن، هذا هو الذي نلحظه منذ 3 سنوات. نعم، ما الذي اليوم يرتكز عليه مجلس الأمن في هذه الدعوات أو حتى في قراراته التي يصفها البعض بالمارقة ربما؟ مجلس الأمن تحول للأسف إلى جمعية أخوية، لا يتخذ قرارات، عفوا يصدر قرارات ولا يتبعها بالعمل. نعم، يعني القرار 12 واضح. نعم، نحتاج قرارات جديدة. المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قال في إحاطته للمجلس أن الأحداث الأخيرة في صنعاء قد تؤثر سلبا على الاحتياجات الإنسانية في اليمن وتثير مخاوف جدية بشأن مصير اليمنيين الذين ربما يعتمدون على المساعدات الإنسانية. من وجهة نظر المبعوث الأممي، أين هو المبعوث الأممي مما يحدث من مجازر ومن ترويع ومن انتهاكات بحق اليمنيين؟ إذا نظرنا في إحاطته فهو يقول قد يحصل اليمنيون أو قد تكون هناك كارثة إنسانية. الكارثة الإنسانية حاصلة في اليمن منذ 3 سنوات، بل منذ اندلاع الانقلاب 21 سبتمبر 2014. ولد الشيخ المبعوث الثاني للأمم المتحدة لا يختلف عن المبعوث السابق، مجرد كلمات رنانة وإحاطات. نعم، لذلك يتعامل مجلس الأمن مع هذه الإحاطات بنوع من اللاجدية. هذه اللاجدية تنبع من ماذا؟ تنبع من عدم اكتراث مجلس الأمن والهيئات الدولية ما يجري للشعب اليمني. في هذه اللحظات يتم انتهاك بيوت الناس في صنعاء وتفتيش جميع البيوت، منازل المواطنين غير آمنة، الأطفال لا يكون في الشوارع، الشوارع شبه خالية من الناس، الميليشيات الإرهابية تنتهك الإنسان في صنعاء، ومجلس الأمن قلق وإحاطة البعوث الدولي لا تزيد عن بعض الكلمات الرنانة التي لا تسمن ولا تغني جوع. نعم، مجلس الأمن اليوم يعني ربما يصفه البعض بأنه يعني يهمل هذه المسائل وربما هذه الانتهاكات الفظيعة التي تحدث على يد جماعة الانقلابيين بحق اليمنيين جميعا، لكن هذا الإهمال من قبل مجلس الأمن أو عدم الاكتراث إذا صح لنا التعبير، هل هو متعمد؟ بالطبع متعمد، لأنهم لا ينظروا للشعب اليمني على أننا من البشر،
ينظرون إلى أن هذه جماعات متخلفة وتتحارب. نعم. لا ينظرون بحقيقة بعين إنسانية عفوا إلى الوضع الكارثي في اليمن. الناس يقتلون وأمانة العاصمة الآن تجرف. نعم. لا أحد يستطيع أن يتكلم. نعم. معظم الشباب اليوم وأمس أغلقوا صفحاتهم على الفيسبوك خوفا من الاعتقالات. يأخذون التلفونات منهم في نقاط التفتيش ويفتشون هل أنت مع أو هناك انتهاكات حقيقية للإنسان في صنعاء. نعم. لكن دكتور فيصل، تحدثت أن المبعوث الأممي وكان المبعوث الأممي يحذر في مجلس الأمن قد يحدث كذا وقد يحدث كذا بسبب هذه الانتهاكات وهذه الممارسات التي تمارس بحق الشعب اليمني، لكن أليس من الأجدر بمجلس الأمن أن يزيل أسباب ما قد سيحصل مستقبلا؟ بالطبع من المفترض أنهم يدعمون الحكومة الشرعية ويدعمون التحالف ويسهلون مهمة الجيش الوطني لإنقاذ الأهالي في صنعاء. الكارثة الإنسانية قد حصلت يا ولد الشيخ، ليست قد سيحصل. هذه الكلمات الرنانة اليوم لا تفيد مع الكارثة الإنسانية التي تحدث في اليمن. نعم. وفي صنعاء. يعني دكتور فيصل عذرا لا نريد أن نطيل لوقت أن نشر، لكن في سؤال أخير، في ظل هذه المعطيات الماثلة أمامنا اليوم وأيضا هذا الإهمال سواء كان متعمدا أم غير متعمد من قبل مجلس الأمن الدولي في القضية اليمنية وهي قضية مركزية في العالم اليوم، إلى أين تتجه الأمور في اليمن إذا استمرت الحال على ما هي عليه؟ الكارثة الإنسانية قد وقعت وسنكتشف خلال أيام أن هناك الآلاف من القتلى والمخفيين أسرا. الأمور في صنعاء تتجه نحو خنق المواطن اليمني. الملايين الذين يعيشون في صنعاء يتعرضون لانتهاكات حقيقية وليست دعائية. لا غطاء سياسي لهذه الانتهاكات، لكن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية لا تنظر بعين الإنسانية للشعب اليمني. نعم، اليوم ما هو المطلوب من اليمنيين لتجاوز هذه المحنة؟ المطلوب من الشعب اليمني ومن القوى الحية فيه أن يتكاتفوا ويقفوا خلف الجيش الوطني وخلف القيادة الشرعية حتى يتم تحرير صنعاء وبقية المناطق من هذه الميليشيات التي يعني لا تراعي حقوق الإنسان وتقتل ببشاعة وتفعل كل ما تريد. نعم دكتور فيصل العلي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب، نشكرك جزيلا.